يبدو أن لاعب وسط المنتخب الألماني وبايرن ميونخ توني كروس في طريقه إلى الانضمام رسميا إلى فريق ريال مدريد وليس لنادي مانشستر يونايتد الذي ارتبط اسمه كثيرا به هذا الصيف. صحيفة ماركا الإسبانية والتي تعتبر الناطقة الغير رسمية لفريق ريال مدريد قالت أن النادي الملكي اتفق رسميا على ضم اللاعب مقابل 25 مليون يورو من الفريق الألماني، خصوصا بما أن عقد كروس مع بايرن ميونخ سينتهي مع نهاية الموسم المقبل، ومن المتوقع أن يعلن نادي ريال مدريد عن الصفقة نهائيا بعد نهائي كأس العالم، حيث يمثل كروس منتخب بلاده ألمانيا في النهائي أمام منتخب الأرجنتين.